أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وموضوع جديد بنتقابل فيه النهاردة مع طبيب أغاني. نظرا لارتفاع معدلات السمنة جات لنا إيميلات كتير جدا بتطلب مننا إن احنا نقدم بعض الأنظمة الغذائية الخاصة بالرجيم، فعشان كده خصصنا حلقة النهاردة كمان نتكلم فيها عن مشاكل الرجيم وعن بعض الأنظمة الغذائية الغير تقليدية اللي بتساعد في عملية الدايت. فطبعا احنا زي ما قلنا قبل كده إن في حوالي ثلث سكان الكرة الأرضية بيعانوا من مشاكل السمنة بشكل أو بآخر نتيجة التكنولوجيا الهائلة، الانترنت، الكمبيوتر، الجلوس لفترات طويلة قدام الكمبيوتر والشغل، برضو عدم الحركة، مفيش رياضة، الفاست فود كمان بيساعد ان احنا السمنة تزيد معدلاتها عندنا. فعشان كده خصصنا حلقة النهاردة عشان نتكلم فيها عن بعض الأنظمة الغير تقليدية اللي بتفيد في علاج السمنة. في بداية حلقة النهاردة أحب أرحب بالأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، أستاذ جراحات التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. واضح ان في انتشار كبير جدا لمرض السمنه، انها اصبحت مرض يمكن مرض العصر الحديث اللي احنا فيه دلوقتي، ومنتشره ما بين اطفال، ما بين كبار، ما بين شباب، فما بقاش ليها نقول الكبار اكتر والصغيرين، لا بقى كل الناس بتعاني من مشاكل السمنه. قبل ما نتكلم عن الاسباب عايزين في البدايه حضرتك تعرف لنا السمنه. هو الحقيقه السمنه ده مرض العصر زي ما سيادتك تفضلتي وقلتي، لان التقدم العلمي الهائل وقله الحركه الاثنين مع بعض خلوا الانسان ما بيتحركش، كل اللي بيعمله انه بياكل. تقدري تشوف الدنيا كلها جوه اوضه مقفوله عليك، تشوف الخبر اللي بيحصل على الهواء في اي حته في الدنيا دون ان تتحركي، بقت مشكله. وبالتالي ابتدى يحصل هذا المرض، يبقى من امراض العصر. السمنه تعريفها البسيط قوي اللي هو زياده وزن الجسم بمعدل 15% او اكتر عن الوزن المقابل ليه بالنسبه لطوله ووزنه وسنه وجسمه. الحقيقة اللي بيحكم جسم الإنسان عبارة عن جدار محددة بتبين الإنسان ده شكله أو وزنه، المفروض طوله يكون قد إيه، وزنه قد إيه، حجمه قد إيه، وهكذا. لكن الطب الحديث بيقول إن أقدر أحكم على السمنة بمعادلة معروفة اللي هي ما يسمى بالماس نمبر أو رقم الكتلة، إن أنا بجيب خارج قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، هيطلع لي رقم. الرقم ده الحقيقة لو هو من 10 إلى 15 يبقى الإنسان ده إنسان طبيعي. إذا زاد عن 15 هتبتدي تدخل أنواع السمنة المختلفة، نبدأ من السمنة البسيطة إلى السمنة المتوسطة إلى السمنة الكبيرة، ممكن رقم الكبد كده يوصل معايا لغاية 40 وتبقى مشكلة بدانة مفرطة وتبقى حاجة كبيرة. في بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل السمنة بيكونوا بياخدوا بعض الأدوية، زي ناس بتاخد كورتيزون، في ناس بتاخد أدوية للاكتئاب، في ناس تانية سيدات مثلا بياخدوا حبوب منع الحمل، كل الحاجات دي ممكن تكون سبب في زيادة معدلات السمنة بالنسبة للأشخاص دول؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا. لازم نميز بين الفرق بين زيادة وزن جسم الإنسان نتيجة لتراكم السوائل وبين زيادة وزن جسم الإنسان نتيجة لانقسام وزيادة الخلايا الدهنية. زي ما سيادتك قلتي الكورتيزونات مختلفة وحبوب منع الحمل، دي حبوب منع الحمل فيها هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين وكلاهما يساعد على زيادة كمية المياه داخل الخلايا وبالتالي زيادة الوزن. يبقى هنا في فرق كبير بين زيادة الوزن نتيجة لتراكم السوائل اللي يسمى بالإديمة، وده ممكن برضو يحصل مثلا إنسان عنده هبوط في القلب وممكن يعمل استسقاء في القلب، ممكن إنسان عنده فشل كلوي يعمل استسقاء في البطن، ممكن وهكذا تورم فشل في الكلى يعمل تورم في القدمين وتراكم للسوائل. تجمع السوائل داخل جسم الإنسان ده إديمة، ده مرض تاني خالص ملوش علاقة مطلقا بالسمنة اللي هي عبارة عن تراكم وزيادة الدهون. طيب لو ابتدينا نتكلم عن بعض الأسباب زي مثلا السكر، الحاجات السكريات، مسألة إن الإنسان ما يقدرش يعيش من غير سكر، ازاي نقدر نحل المشكله دي بحيث ان احنا يعني نقلل نسبه ارتفاع الشخص اللي هو دايما متعود ياخد كل حاجه محليه وفيها سكر زياده، نحل المشكله دي معاه ازاي؟ لا الحكايه مش كده، يعني هي اسباب السمنه اسباب كثيره جدا. على سبيل المثال الحاجه الاولانيه العوامل الوراثيه، يعني ممكن نلاقي السمنه او البدانه المفرطه ماشيه في العائلات، وسبب من خلال الخريطه اللي اتعملت للانسان ان في جين وراثي مسؤول عن السمنه موجود. كنا الاول بنقول ان السمنه مش وراثيه وان الاستعداد فقط هو الوراثي، دلوقتي في اخر 10 سنوات ثبت وجود جين وراثي مسؤول عن السمنه. لا مش كده وبس، احنا ممكن نلاقي في داخل العائلات السمنه بتتغير، يعني العائلات دي تتميز بان السمنه موجوده في منطقه الارداف بس، او العائلات دي تتميز بوجود السمنه في منطقه الثديين بس،
او في منطقه الذراعين وبس، يبقى هنا حتى في فاريشنز في مكان تراكم هذه الدهون من ناحيه. الحاجه الثانيه اللي هي اضطرابات في الغدد الصماء. صحيح ان الاضطرابات في الغدد الصماء ما بتمثلش اكثر من 1% من الحالات، لكن في امراض كثيره جدا لها علاقه بالغدد الصماء وممكن تؤدي لي الى تراكم السمنه، زي مرض كوشنج اللي بيديني تراكم في منطقه البطن بينما الاطراف بتكون رفيعه جدا، ولكن ده مرض من الامراض اللي ليها علاقه بالغدد الصماء. لكن السبب الاساسي للسمنه زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ان الانسان ابتدى يقعد، ابتدى ما يتحركش، قله الحركه، قله الاسلوب الرياضي، ابتدى ياكل وبس، ابتدت السمنه تظهر وتبان. دي حاجه مهمه جدا عشان نقول ان دي اسباب السمنه. لكن ما نقدرش نقول ان في حاجه معينه هي اللي ادتنا للسمنه. زي ما سيادتك سالتي في السؤال، انما في اسباب محدده، انما لو رجعنا للسكر وقلنا حاجه زي السكر، احنا ما فيش خوف مننا بيننا وبين السكر، ما فيش خناقه بين الدكتور وبين السكر او ان السكر يستخدم في الاكل او حاجه، لا. ده احنا بنقول بيزيد من معدلات السمنه في الناس اللي عندهم استعداد. لازم العباره تبقى ماشيه مظبوط، ان في شخص عنده استعداد. ده في ناس مهما ياكل جسمه ما بيزيدش، وده مهما يشرب من السكريات ما فيش تاثير بالنسبه له. السكر بيزيد من معدل السمنه في الناس اللي عندهم استعداد ان هو المواد السكريه بصفه عامه تقدر تاثر على الجسم وتتراكم جوه الجسم وتتحول الى مواد كربوهيدراتيه وتتحول بعد كده الى دهون وتبقى مصدر اساسي لتكوين الدهون وتراكم الدهون. لكن السكر كسكر، جسم الانسان محتاج للسكريات، محتاج للنشويات كمصدر اساسي للطاقه. لو انسان رياضي بياخد كميات سكريه كبيره جدا عشان يقدر يعوض الطاقه اللي موجوده عنده. فاحنا مفيش خلاف بيننا وبين السكر. السكر ده زيه زي السكريات بصفه عامه، دي حاجه جسم الانسان عايزها. ولكن الخلاف انك انت تاخدي كميه سكريات تبذلي طاقه قدها او اكتر منها عشان تحرقيها. انما ناخد كميه سكريات ونقعد مكاننا ما نتحركش، هي دي الكارثه، هي دي المشكله الموجوده. طيب لو في خمول في الغده الدرقيه، هل ده ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب اللي ممكن تسبب بعد كده للسمنه؟ سبب نادر جدا، ما بيزيدش عن 0.5%. لكن السبب الاساسي ان احنا نقعد في مكاننا ما نتحركش، ما فيش اسلوب رياضي، هو ده السبب الاساسي. طب لو كلمنا عن بعض السيدات اللي بيهتموا جدا بالضغط على اولادهم ان هم ياكلوا كميه حتى اكبر من اللي هم محتاجينها، بتعتبر ان ده نوع من الاهتمام بالطفل يعني؟ واكيد المشكله بتزيد لان يعني الانسجه والخلايا الدهنيه بتتكون من الصغر، فحضرتك تقول لهم ايه النهارده؟ هم بيتفرجوا علينا عشان يتعاملوا مع اطفالهم بشكل تاني في موضوع التغذيه. لا، انا يعني انا ابص على كميه الاكل، هم بياكلوا ايه؟ هل الام دي عودت ابنها انه ياكل خضروات بكميات كبيرة وفاكهة بكميات كبيرة بحيث ان دي تكون سبب اساسي في المحافظة على بشرته وعلى النمو؟ انا اشجعها. طبق السلطة، طبق الخضروات الطازجة، ده ليه تشجيع. لكن اذا كانت الام بتقول لابنها انت كل ما تعمل واجب هجيب لك حاجة حلوة او هجيب لك حاجة سكرية او هجيب لك شوكولاتاية، فده اسلوب غير مستحب. فهي المسألة مش مسألة انا بضغط على ايه، بديله مواد دهنية ولا بديله مواد بروتينية تساعده على النمو. الطفل في مرحلة نمو محتاج بروتينات، محتاج لبقول ومحتاج للحوم عشان تساعده على النمو، لكن مش محتاج لدهون وسكريات. واخد بالك ازاي؟ فانا اشوف هي الام بتضغط عليه وبتدي له كميات اكل، ايه نوعيه كميات الاكل؟ هل هي مواد دهنيه ملهاش فائده في الجسم غير انها بتزيد السمنه؟ نشويات، مكرونات، رز، يعني الحاجات دي اللي هي الام دايما مهتمه قوي ان هي تفضل تضغط على الطفل عشان تحس ان هو تطمن عليه ان هو واكل كويس او كده، حتى لو كان ده فوق طاقته يعني. فاعتقد ان ده اكيد ممكن مع الوقت يعمله نوع من السمنه. يا ريت تهتم بالخضروات الطازجه والفاكهه الطازجه والبروتينات. طيب لو كلمنا على المياه الغازيه والفاست فود والحاجات دي، هل دي من ضمن الاسباب اللي ممكن تزيد برضو مع بعض الاشخاص اللي عندهم استعداد للسمنه؟ هي سبب اساسي. ليه؟ نمسكهم واحده واحده. الغازيات دي مواد فيها سعرات حراريه عاليه ما تقابلش الحركه اللي الانسان بيعملها. والحاجه الثانيه ان هذه المواد الغازيه بتعتبر فاتحه للشهيه، فبتخلي الانسان يطلب مزيد من الاكل. بالنسبه للفاست فود يبقى دي مشكله كبيره قوي، ان معظمها بيبقى بيطهى اولا بحاجات مطهيه كذا مره، زيوت مستخدمه كذا مره، سمن مستخدم كذا مره. دي من ناحيه المواد المؤكسده الزياده عن اللازم موجوده بكميات كبيره، زائد ان لا زلت بقول ان فيها برضو نسبه فاتح للشهيه بتبقى بنسبه عاليه، فبتقدر تزيد من الوزن وبتقدر تكون عامل اساسي من عوامل السمنه. مفيش شك ان التطور الكبير في الاكل في العصر اللي احنا فيه خلى اكل الشوارع، احنا بنسمي الحاجات الفاست فود اللي انت بتسميها ده يعتبر نوع من اكل الشوارع. وصل لنسبه اعلى من 70% من غذاء المنزل في الدول المتقدمه، ودي مشكله كبيره
وبتتعمل مؤتمرات كبيره جدا لحاولت ان هم يظبطوا حكايه الفاست فود، وايه الاكل اللي ينفع وايه الاكل ما ينفعش والمشاكل دي كلها. احنا خصصنا طبعا حلقه النهارده عشان نتكلم عن بعض الانظمه الغير تقليديه الموجوده واللي بتساعد في عمليه الرجيم. اول نظام هنتكلم عنه هو نظام البروتين المصنع. الحقيقه احنا قلنا نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تكون الناس ما تعرفهاش كتير. اول حاجه البروتين المصنع موجود في الاجزخانات الصيدليات، بروتين اساسي غذاء للناس اللي بتعمل ريجيم. ده نظام مستحب لمده 10 ايام بس، عباره عن بروتين موجود الانسان بيتناوله في 4 وجبات في اليوم. وجبه الافطار بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن كوب من الشاي او القهوه بدون سكر، ومعاه هذا البروتين المصنع بيتاخد عباره عن كيس بيتاخد وبيتحط على كوب لبن منزوع الدسم او كوب ماء، ويبتدي يتناول الانسان كانه بياكل بروتين كامل. دي وجبه الافطار. وجبه الغداء بتكون عباره عن حساء من الشوربه ومعه طبق من السلطه، ومعه وجبه البروتين بتتحضر بنفس الطريقه اللي هي عباره عن كيس على كوب ماء او على كوب لبن منزوع الدسم. بين الافطار بين الغذاء والعشاء في وجبه ثالثه باخد كوب من الفاكهه اللي عباره عن عصير فاكهه، يكون عصير طماطم او عصير موز، ويتاخد بعد كده وجبه البروتين. ووجبه العشاء بيكون عباره عن كوب زبادي مع وجبه البروتين المصنع بنفس الطريقه. لينا تحفظات على الوجبه دي، ان اولا هي بتقدر تنزل الوزن من 4 ل 5 كيلو في العشر ايام، لكن لو الانسان استمر عليها اكتر من كده هيزيد الوزن 5 كيلو مره ثانيه. دي حاجه. الحاجة الثانية ان الانسان لازم يتناول من السوائل مش اقل من 3 لتر في اليوم، لكن ما يكونش كمية اقل من كده. الحاجة الثالثة ان ما فيش حاجة تانية مستحبة في الاكل، هو الاكل عبارة عن بروتين مصنع مع عصير فواكه او مع كوب زبادي بالليل، وانتهت المشكلة عند هذا الحد. هذه الوجبة اهم حاجة فيها انها ما تزيدش عن 10 ايام، وانها تكون تحت اشراف طبي كامل، وان لو حب الانسان يكررها ما يكررهاش قبل مرور 3 شهور من انتهائها. يعني انا اعملها لمده 10 ايام تحت اشراف طبي، واسيب 3 شهور ابتدي اعملها مره ثانيه لو حبيت افكر بالنسبه لهذه الوجبه. طيب هنتكلم عن نوع ثاني وهو نظام الوان ايتم اللي هو اليوم الواحد المتكرر. الحقيقه نظام اليوم المتكرر ده نظام صعب جدا. عباره عن ايه؟ احنا بنطبقه في 15 يوم. وفي الفتره كل من 2 ل 3 ايام بناخد حاجه معينه. يعني اول حاجه من 2 ل 3 ايام بناخد برتقال فقط. ناكله عصير نشربه هو من 2 ل 3 ايام، وبعدين من 2 ل 3 ايام يوسفندي، ومن 2 ل 3 ايام زبادي، من 2 ل 3 ايام خوخ، ومن 2 ل 3 ايام تفاح، ومن 2 ل 3 ايام يوسفي. الست حاجات دول انا بقدر اخدهم. انا بعمل توليفه بحيث ان ما تزيدش الفتره الزمنيه عن 15 يوم، يعني ممكن اخد يومين برتقال وثلاث ايام تفاح ويومين خوخ وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممنوع تناول اي حاجه بين الوجبات. يعني ما اقدرش اقول النهارده برتقال يبقى هاخد الخوخ بتاع بعد 3 ايام احطه النهارده، ما ينفعش. لازم يمشي بنفس الترتيب. بنفس، وما فيش غير برتقال في اليوم، ما فيش حاجه ثانيه. برتقال، وبعدين الحاجه الثالثه ان كميه السوائل برضو 3 لتر في اليوم اقل حاجه موجوده ممكنه. طبعا ده نظام ما يتطبقش اكتر من 15 يوم، دي حاجه، وتحت اشراف طبي كامل، دي حاجه، وما يتكررش غير كل 3 اشهر. ده يقدر ينزل برضه من 4 الى 5 كيلو في خلال الاسبوعين، بس لازم الانسان يكون حالته الصحيه، حاله القلب، حاله الجهاز كله تتحمل هذا النظام اللي هو نظام اليوم المتكرر. طب يعني يقدر الشخص ده ياكل باي كميه؟ اي كميه، يعني ما عندوش مشكله في اي وقت. وفي اي وقت. يعني مش وجبات، يعني ممكن ياخدها 4 مرات في اليوم، ياكل 5 مرات وهو بياكل. هيحس بالملل لمده يومين ثلاثه، ما هو برتقال يومين ثلاثه، خوخ يومين ثلاثه، زبادي يومين ثلاثه، فهو يعني هيقدر يظبط نفسه تلقائي. هل ده يقدر يدي الجسم كل الحاجات اللي هو محتاجها خلال الفتره دي؟ هي محسوبه بحيث انه يقدر يساعد الجسم على هذا الكلام. في نظام تاني اسمه نظام اليوم المفتوح او الرجيم المفتوح. الحقيقه النظام الرجيم المفتوح ده نظام عباره عن ايه؟ ان الاسبوع بنقسمه 7 ايام. الرجيم المفتوح اول يوم الانسان كل اللي بياخده طبق سلطه. او جميع الخضروات بتتاخد سلطه خضراء، ده اليوم الاول، كل اليوم سلطه خضراء، يعمل فيها اللي هو عايزه، ياخد طماطم مع خيار مع كرفس مع ايا يكون، هذا اليوم الاول. اليوم الثاني اللي هو بيكون فاكهه، هذه الفاكهه كافه الانواع بالطريقه اللي تعجبه طول اليوم. اليوم الثالث بيكون عباره عن سمك او جمبري وبنضاف عليه سلطه خضراء. اليوم الرابع بيكون سلطه خضراء وسلطه فواكه. اليوم الخامس بيكون عباره عن
لحوم بتتاخد مع خضروات مسلوقة أو بطريقة معينة، واليوم السادس بيكون سلطة فاكهة نوع واحد ياخده أيا يكون، واليوم السابع يرجع لزي اليوم الثالث اللي هو عبارة عن الجمبري بيتاخد مع السمك زائد بيتاخد مع الخضروات سلطة الخضروات. زي ما انت شايفة النظام ده فيه بروتينات يومين موجودين في الأسماك والجمبري، وفي لحوم يوم اللي هو اليوم الثالث، وفي فاكهة نوع واحد اللي هو اليوم السادس ثابت، وفي بعد كده هو سلطة خضراء أول يوم، سلطة فاكهة ثاني يوم، وبعدين يبقى سلطة خضراء وسلطة فاكهة في اليوم الرابع. هو ده النظام المحدد كده، ده نظام يتطبق لأسبوعين متتاليتين. ينزل قد إيه؟ ويقدر ينزل برضه على حسب الحالة. أصل هي المسألة إيه؟ مسألة مش مسألة الإنزال، المسألة مسألة إن أنا أنزل الكمية اللي يحتاجها الجسم المناسبة لهذا الوزن. يعني ممكن يكون واحد سمين محتاج إنه ينزل مثلا 6 كيلو في الأسبوعين، وممكن واحد محتاج ينزل 2 كيلو في الأسبوعين. وده المستحب. فهي النظام ده يساعد على حرق الدهون اللي موجوده بطريقه معينه بحيث انه ينزل الكميه المناسبه للشخص بالطريقه المناسبه. طيب هنتكلم عن نظام الجمعيه الامريكيه اللي هو بينزل حوالي 3 كيلو في الاسبوع. الحقيقه الجمعيه الطبيه الامريكيه عملت كذا نظام، عملت نظام انزال 2 كيلو في الاسبوع، ونظام 3 كيلو في الاسبوع، ونظام 4 كيلو في الاسبوع، ونظام 5 كيلو في الاسبوع، ونظام 7 كيلو في الاسبوعين اللي هو الاسكردين. احنا لو ابتدينا بنظام 3 كيلو في الاسبوع لانه نظام سهل، احنا بنسميه نظام الكنتالوب. بيعتمد اساسا على الاسبوع ان نجيب ثمرة كنتالوب، بناخد نص الثمرة الصبح. هذه النص الثمرة اللي بتتاخد الصبح بيكون معاها على طول بيضة مسلوقة، والظهر بيكون ربع ثمرة مع بناخد اللحوم بتكون عبارة عن سمكة صغيرة او قطعة لحم 100 جرام او ربع دجاجة، وبتاخد معاها طبق سلطة. بالليل يبقى ربع الثمرة اللي باقي ويتاخد مع قطعة توست وكوب زبادي. هذا النظام يتكرر على مدى الأسبوع. زي ما أنا قلت لك، يوم بياخد سمك بيبقى 100 سمكة صغيرة، ويوم تاني بياخد لحوم 100 جرام لحوم، ويوم تالت ممكن ياخد فيه اللي هو بالنسبة للربع دجاجة. النظام ده بيتطبق على مدى أسبوع، كل يوم في ثمرة كنتالوب نصها الصبح وربعها الظهر وربعها بالليل. ده يقدر ينزلني 3 كيلو في الأسبوع، وده النظام بتاع إنزال 3 كيلو طبقا للجمعية الطبية الأمريكية. طيب لو كلمنا على نفس النوع الرجيم دوت بس اللي بينزل 5 كيلو في الاسبوع، ده اكثر عنف. بنلاقي الفطار في السبع ايام عباره عن عصير ثمره جريب فروت، الغداء والعشاء في اول يومين 8 كيلو لحمه احمر في الغداء والعشاء، ثالث ورابع يوم الغداء بيكون عباره عن 2 كوب زبادي والعشاء كوب زبادي زائد ثمره خيار، خامس وسادس يوم الغداء عباره عن 2 بيضه والعشاء عباره عن قطعه بيضه زائد ثمره فاكهه، سابع يوم الغدا تفاحه والعشاء تفاحه. طبعا واضح ان هو من سهولته احنا قدرنا نقوله بسهوله، بس ده بينزل 5 كيلو في الاسبوع الحقيقه، ويكون تحت اشراف طبي، وده من الانظمه المستحبه في حالات كثيره جدا. طبعا اعتقد مش هيقدر يعني الواحد من اول ما يبتدي رجيم يختار هو لنفسه طبعا النظام اللي يعني اللي يمشي عليه، صعب انه اكيد بيبقى صعب بالنسبه له اول فتره. يعني مش ده ينفع مع انسان هينفع مع انسان تاني. المفروض ان يكون في تجمع معين بين الناس، يعني كل واحد ينفع له نظام ممكن ينفع في النظام التاني طبعا. أكيد. وما ننساش نقول الحكاية مش نظام غذائي بس، الحكاية معها لازم كمان يعني. لازم أسلوب رياضي، لأن الرياضة هي الأسلوب الأمثل اللي بيحرق الدهون ويجعلها مصدر للطاقة من ناحية، الرياضة هي اللي بتمنع الدهون قليلة الكثافة إنه يتجمع على جدار الأوعية الدموية، وبالتالي تمنع جلطات القلب والمخ والنزيف والحاجات دي من ناحية. الحاجة الثالثة إن الرياضة بتخلي سحب الدهون من العضلات أقل من سحب الدهون الموجود تحت جدار البطن، وبالتالي الإنسان يكون أقوى وظروفه الصحية أحسن وأجمل. يبقى أسلوب غذائي لوحده بدون أسلوب رياضي ما ينفعش. لازم الاثنين مع بعض. ومن وجهة نظري معاهم حاجة ثالثة اللي هي قوة الإرادة. يعني أسلوب غذائي مع أسلوب رياضي مع قوة إرادة. أنا مش شطار إني أعمل نظام غذائي وأنزل 5 كيلو في الأسبوع وبعدين أرجع آكل أزيدهم بقوا 10 كيلو. لا، لازم يكون عندي الأسلوب الغذائي وقوة الإرادة نقدر اكمل بهذا الوزن طول عمري. اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده هو نظام الرجيم اللي هو المتكرر، اللي هو ناكل مثلا سمك طول اليوم، تاني يوم ناكل حاجه تانية لحمه مثلا، النظام ده عايزين برضو نوضحه للساده المشاهدين. هو الحقيقه هذا النظام نظام من الانظمه الكويسه جدا، ان هو بنقسم 7 ايام على 7 حاجات. في يوم بيكون لحوم، يعني انا ممكن اكل الظهر قطعه لحم، وبالليل بيكون برضو قطعه لحم مع طبق السلطه مع ثمره فاكهه في الغداء والعشاء، والافطار بيكون بيضه مسلوقه زائد ممكن قطعة جبنة قريش زائد كوب شاي أو قهوة عند اللزوم. اليوم الثاني بقى احنا خدنا أول يوم لحوم، اليوم الثاني أسماك، بيكون عبارة عن إيه؟ ممكن يبقى الظهر سمكة مسلوقة،
ويمكن او مشويه، ويبقى بالليل عباره عن ان احنا بنجيب تونه متصفيه ومع الاثنين طبق السلطه وثمره فاكهه. اليوم الثالث يكون بقول، ممكن يكون الغدا طبق فول، ممكن يكون العشاء طبق عدس. اليوم الرابع ممكن يكون خضروات، ممكن تكون عباره عن خضروات ني في ني او سوتيه، والعشاء نفس الحكايه. اليوم الخامس يكون فاكهه، يكون ماشي معايا الظهر ثمره فاكهه وبالليل مثلا ثمره فاكهه. اليوم السادس يكون عندي البان، يعني ممكن اكون ماسك الظهر مثلا طبق كوب زبادي، والعشاء مثلا طبق بليله مع البان. اليوم السابع يكون بيض، اللي هو ممكن اثنين ثمره بيض اومليت او مسلوقه، وفي نفس اثنين بيضه مسلوقه او اومليت، وبالعشاء نفس الحكايه. لكن الفطار ثابت في الكل، اللي هو عباره عن اثنين بيضه مسلوقه محطوط معاهم زي ما قلت قطعه جبنه قريش، وممكن كوب شاي او قهوه منزوع بدون سكر وهكذا. هذا النظام اساسا من الانظمه المستحبه جدا، لان اي واحد يقدر يطبقه، واضح انه اسهل شويه كمان، وبيكون اسهل والمتاح تحتيه اللي اقدر استبيحه، ما يحرمش نفسه يعني بالزبط. من كل الانواع. يمكن مشكله الرجيم ان احنا نحرم نفسنا، يعني يمكن ناس برضو بتقع في المشكله دي، ان هو يحرم نفسه من كل حاجه فجاه، فبيجي له احباط وما بيقدرش يكمل. فلما يختار نوع معين من الرجيم متناسب معاه اكيد بيسهله العمليه اكتر، يعني مع اسلوب رياضي مع قوه رياضي. وصلنا لنهايه حلقه النهارده. في نهايه حلقتنا بشكر الاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، أستاذ جراحات التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. بشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لينا. ما تنسوش انتظرونا في حلقات أخرى وموضوعات أخرى. شكرا وإلى اللقاء.